انت ما بتخافيش منهم؟ انت بتقولي كده ليه؟ بلطجية يا دي. البلطجة مهنة، دول خيالين وجمالين بيشتغلوا في السياحة، واكبر مشكلة عندهم دلوقتي مفيش اي سياحة. مشوفش وشك انا تاني. ساعة عليك النبي يا دكتور، حسن تعبان وجعان. اشمعنى ده بالذات اللي بيذلوا قوي كده؟ ثلاثة. اصل ده واحد من عيال بتوع موقعات الجامعة، كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. طب ضرب ضرب. دفعوا لك كام بقى على كده؟ فاكر نفسك الست الطيبة؟ وقع في الحال ورقبة العيش اللي اتقطعت في حتة كلها، ده انت من غباوتي. انتوا كنتوا رايحين ناويين على الشر، انتوا رايحين تضربوا الثورة. ايه ثورة يا زهرين؟ فاهمين؟ في التحرير مش زعلانين من جوزك ولا الخيالة زمايله، بس بيكرهوا اللي حردوهم. انت مالك ملهوف عليه قوي كده ليه؟ يعني انت عايزه تفهميني انك ده تعليمه مواطنه ومدنيه وقيم الثوره من خلال احتكاكك بواحد من الخيالة بتوع الموقع. جايبه تعمل بيه ايه ده؟ مش انا عيب بلطجي؟ بلطجه بلطجه ناكل عيش. انا عايزه ابني يرجع مدرسته وجوزي يرجع شغله، ولا هي ضروري اعمل لها ثوره يعني؟